نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. في ذكرى 67 لاستقلال ليبيا، داخلية مقترحة تدعو للمصالحة الوطنية ورأب الصدع. المشري يقول إن حفتر لا يستطيع السيطرة على المنطقة الغربية، والمؤتمر الجامع لا يسعى لخلق بدائل للأسهم السياسية الحالية. جوزيبي كونتي يؤكد استعداد الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا ويدعو إلى ضرورة توفير الأمن لذلك. تحل اليوم ذكرى 67 لاستقلال ليبيا، والذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام. ففي مثل هذا اليوم قبل 67 عاما أعلن الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي للعالم وللشعب الليبي أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة حرة ذات سيادة، تتويجا لجهاد الشعب الليبي وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة. في الأثناء دعت وزارتها الخارجية بالحكومة المقترحة كافة الليبيين إلى لم الشمل بهدف تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في ليبيا، وشددت الداخلية في بيان تهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة ذكرى الاستقلال 67 على تغليب لغة الحوار بين أبناء الشعب بعيدا عما سمتها المغالبة وأصوات الرصاص، مشيرة إلى ضرورة التلاحم بين الليبيين لتحقيق الاستقرار والأمن وإرساء قواعد بليبيا وفق نص البيان. وبدوره قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن الوحدة الوطنية هي أقوى ضمانة للسيادة وتمتين أواصر الداخل وأفضل علاج للتدخل الخارجي. ولفت السلام في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بمناسبة ذكرى 67 لعيد الاستقلال إلى أن التمسك بالوطن الحاضن الجامع هو الحصانة الفعالة لحماية الثغور والدود عن التراب بحسب تعبيره. دعا رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج إلى عيش اليوم وسيادتها منقوصة أيضا. ندعو الأطراف جميعا، ندعو الليبيين جميعا إلى استنهاض الهمم، إلى استذكار أمجاد الآباء الذين ناضلوا من أجل الوصول إلى هذا الاستقلال، أن يستلهموا منهم العبر ويأخذوا منهم الدروس من أجل استقرار ليبيا والعمل على بناء مؤسساتها وصون سيادتها وصون كرامة مواطنيها. نهنئ أنفسنا بهذا اليوم، وهنيئا لك يا وطني بأبنائك الذين يعيش فيهم الوطن. مر تاريخ ليبيا الحديث بعدة مراحل، بدءا من النضال المسلح للأجداد ضد الدوائر الاستعمارية، مرورا بالنضال السياسي داخليا وخارجيا، والذي توج أخيرا بنيل ليبيا لاستقلالها في 24 من ديسمبر عام 51. المزيد في سياق هذا التقرير. تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة، فإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل وقصوى الشكر أجمل الحمد. 24 من ديسمبر عام 1951، الملك إدريس السنوسي يعلن من شرفة قصر المنار ببنغازي ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة. الإعلان جاء تتويجا لجهاد الليبيين ضد الاستعمار، حيث تعرضت ليبيا في بدايات القرن العشرين إلى واحدة من أبشع الأعمال الاستعمارية في التاريخ على يد المستعمر الإيطالي،
ووصلت تلك الحملة أشدها خلال حكم الزعيم الفاشي بنيتو موسوليني. شن الليبيون حينها حملة مقاومة للاستعمار تجلت فيها أسمى معاني العزة والفداء للوطن، حتى أصبحت واحدة من أكثر ملاحم النضال إشراقا في الضمير الإنساني. شكلت الحرب العالمية الثانية فرصة لليبيين للتخلص من براثن الاستعمار الإيطالي، ففي 9 أغسطس من عام 1940 شكل الجيش الليبي، حيث اتفقت القيادة البريطانية مع الأمير محمد إدريس السنوسي على الاستعانة بعناصر من الجيش الليبي على الأراضي المصرية للمشاركة في تحرير ليبيا فيما يعرف حينها بالجيش السنوسي، إلا أن قوات الحلفاء وعلى رأسها بريطانيا رفضت الالتزام بوعودها وعملت على فصل إقليمي طرابلس وبرقة عن بعضهما البعض. ففي عام 1949 اتفقت كل من بريطانيا وإيطاليا على مشروع عرف باسم بيفنس فورزا، والذي يفرض الوصاية الإيطالية على طرابلس والبريطانية على برقة، فيما تؤول فزان إلى الوصاية الفرنسية على أن تتحصل ليبيا على الاستقلال بعد 10 سنوات. أسقط القادة الليبيون المشروع بعد الاقتراع عليه وحصوله على عدد قليل من الأصوات بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصدر الجمعية العامة القرار رقم 289 والقاضي بمنح ليبيا لاستقلالها في موعد لا يتعدى 26 شهرا من تاريخ القرار، ليبدأ قطار الاستقلال في التحرك نحو هدف طال انتظاره. في أكتوبر من عام 1950 تكونت أول لجنة تأسيسية عرفت بلجنة 60 ممثلة لأقاليم ليبيا برعاية الأمم المتحدة. كان هدف لجنة 60 الأساسي معرفة الدستور الذي يرغبه الليبيون، فانطلقت اللجنة في كل مناطق البلاد وجلست مع أغلب مكوناتها. لم تكن مهمة اللجنة سهلة، لكن الأباء المؤسسين تمتعوا بالبصيرة والحكمة ليصادقوا على الدستور المنتظر في 7 أكتوبر من عام 1951، الذي جعل ليبيا مملكة بنظام فيدرالي يضم طرابلس وبرقة وفزان، ليعلن فيما بعد عن تأسيس أول حكومة اتحادية مؤقتة في طرابلس برئاسة محمود المنتصر، ليكون 24 ديسمبر عرسا حقق فيه الآباء ما حلم به الأجداد وضحوا من أجله. استقلال حول ليبيا من أرض صنفها البعض على أنها لا يمكن بناء دولة عليها إلى دولة يضرب بها المثل في التنمية والتقدم. وحول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة أستاذ التاريخ بجامعة مصراتة الأستاذ أحمد نديشة. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك، ولربما تتشابه الظروف نوعا ما ما بين الماضي والحاضر، خاصة التدخلات الأجنبية في ليبيا. برأيك كيف استطاع الأجداد لملمة الشم نقول والذهاب إلى ما وصلوا إليه بنيل الاستقلال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل العام وأنتم بخير. نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الاستقلال، وبطبيعة الحال أن ليبيا عندما عانت الكثير من حكم الأتراك وما جرى على الليبيين من ظلم واضطهاد وفقر ومرض وغيرها من الأمور الأخرى، وتلا ذلك طبعا للأسف السيطرة الإيطالية على ليبيا، وما جرته السيطرة الإيطالية على ليبيا من نكبات على الليبيين. وانتهز الليبيون طبعا هذه الفرصة وقاوموا الإيطاليين مقاومة عنيفة، وأبدأ الليبيون كل البسالة وكل أنواع البسالة والبطولة من أجل مقاومة الاحتلال الإيطالي. وتوج هذا بإعلان الجمهورية الطرابلسية
في عام 1918. نعم. ولكن طبعا المؤامرات ضد هذه الجمهورية وضد الشعب الليبي استمرت، ومع ذلك استمر النضال الليبيين سواء كان في الداخل أم النضال في الخارج، حتى استطاعوا أن يطالبوا بحريتهم ويطالبوا باستقلالهم، حيث بدأت الجمعيات وبدأت المؤتمرات تنعقد بين الليبيين والمطالبة بالحرية والمطالبة بالاستقلال. رفضوا طبعا بطبيعة الحال مشروع بيفن سيفورزا الذي كان يدعو إلى تقسيم ليبيا، وكان موقف الأمم المتحدة الحقيقة والدول العربية موقفها إلى حد كبير، ما عدا طبعا للأسف مصر وباكستان، اللذان طبعا باكستان وقفت إلى جانب مصر التي كانت تريد أو تطالب باقتطاع جزء من ليبيا وتعديل الحدود. ولكن الحقيقة بعد ذلك تصدى إدريس السنوسي لهذه المؤامرة، واستطاع طبعا أن يثبت الليبيون ويتعاونوا مع بعض. وكان طبعا لتنازل طبعا السيد المناضل الكبير طبعا السعداوي، كان له دور كبير حقيقة عندما تنازل لإدريس السنوسي وأدى ذلك إلى استقلال ليبيا والمحافظة على ترابها. نعم، يعني لربما يعني المواطن يتساءل كيف استطاعوا مثلا تقديم هذه التنازلات رغم وجود الكثير من العوائق، وقلنا كذلك التدخلات الخارجية، يعني كنا نعلم بأن فرنسا وبريطانيا رغم مساعدتهم في التحالف للتخلص من الاحتلال الإيطالي إلا أنهم كان لهم تأثير في الداخل على بعض الشخصيات الليبية. كيف استطاعوا يعني الذهاب إلى الاستقلال ونيله؟ بطبيعة الحال الوطنية اللي كانت تجمع الليبيين وحبهم للوطن والتضحية من أجل الوطن كان لها دور كبير في هذا المجال، لأنهم فضلوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، بعكس للأسف ما يجري الآن من تفضيل المصالح الشخصية والأنية على مصلحة الوطن. وكما ترين الآن يعني كيف يتناحر المسؤولين الليبيين على المناصب وعلى اقتسام الأموال وغيرها من الأمور الأخرى. وللأسف بكل أسف عندما رفع هؤلاء الذين انتخبناهم بكل أسف سواء في مجلس النواب أو سواء كان في المؤتمر الوطني رفعوا شعارات من أجل الوطن ومن أجل المحافظة عليه، ولكن للأسف كل هذه الشعارات ذهبت أدراج الرياح عندما وصلوا إلى مناصبهم. بعكس الليبيين في ذلك الوقت رغم الفقر والمرض والضغط الخارجي عليهم، ولكن قلنا استطاعوا الحقيقة أن يجمعوا الشمل وأن يتنازل بعضهم لبعض من أجل مصلحة الوطن، وهذا ما نتمناه اليوم. نتمنى من الليبيين جميعا أن يراعوا الله سبحانه وتعالى في مصلحة الوطن وفي المحافظة عليه، لأن هذا الوطن الحقيقة هو الذي يجمع الليبيين جميعا شرقهم وغربهم وشمالهم وجنوبهم. وبالتالي يجب علينا حقيقة أن نلملم الشمل وأن نقف ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد استمرار وحدة ليبيا. نعم، سوف نعود لك أستاذ أحمد نديشة وننتقل إلى مراسل قناة نبأ من العاصمة طرابلس حسين البرناوي. حسين، لو تعطينا مثلا صورة عن الأجواء في طرابلس بالاحتفال بعيد الاستقلال.
نعم بيس، كل عام الليبيون أجمع كل خير وصحة وسلامة. هذه الذكرى الغالية على قلوب الليبيين، ذكرى إعلان استقلال ليبيا. لربما الاحتفالات غابت بالفعل عن المشهد داخل العاصمة طرابلس، مظاهر الاحتفالات لم تكن كالسنوات السابقة في الحكومات التي كانت متعاقبة. أيضا لربما المشاهد التي كانت ترى هنا داخل ميدان الشهداء بالتحديد، حيث كانت الكلمات تتناول في منصة تتوسط هذا الميدان للاحتفال بهذه الذكرى، ذكرى إعلان استقلال ليبيا. لربما أيضا الأجواء الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ألقت بدلالها على المشهد اليوم لم تكن في الموعد كما كانت في السنوات السابقة. لربما يتزامن هذه الاحتفالية كانت في السنوات السابقة تخريج العديد من الدفعات التابعة لوزارة الداخلية من مختلف الأجهزة الشرطية بمختلف التخصصات، أيضا بعد العروض التي كانت سواء كانت بحرية أو كانت حتى جوية أو عروض استعراضية كانت داخل الميدان، اقتصرت فقط على بعض المشاهد الفنية أو الثقافية كانت في مسرح الكشاف بالتحديد. لكن هنا داخل الميدان لم تكن المظاهر واضحة، حيث أن كانت في السنوات السابقة يتم تغيير أغلب الأعلام أو الركائز الأساسية في الميدان، هنا الأعلام يتم إنزالها وتغييرها بالحديثة. أيضا بعض الأعلام الصغار، الأعلام التي كانت موجودة في طريق الشط بالتحديد يتم تغييرها. المظاهر ليست كالسنوات السابقة، لربما أخذ من الموعظة والتذكرة بهذه المرحلة التاريخية التي الليبيون سطروا فيها ملامح الآباء والأجداد لإعلان استقلالهم. ربما هو يوم عادي جدا يتم فيه إعلانه رسميا عن عطلة رسمية لكافة المؤسسات الخدمية التابعة للدولة، مع مراعاة بعض المرافق الخدمية سواء كانت الصحية أو حتى الأمنية أيضا لحساسية هذه المراكز. أما بالنسبة إلى باقي الأجهزة والمؤسسات يتم فيها عطلة رسمية، هو يوم عادي بالنسبة إلى المواطنين. ربما العزوف كان واضح داخل الميادين داخل الساحات. بلدية طرابلس كانت في السنوات السابقة يتم تزيين أغلب الشوارع فيها بالأعلام الاستقلال، الأناشيد والتبريكات بهذا اليوم كانت واضحة المعالم. لربما أصوات بعض الأجهزة الشرطية التي دخلت للميدان الشهداء الآن هي للتفقد المارة، وكما الدوريات هي كل يوم مقامة داخل العاصمة. نعم يعني لاحظ تجول العديد من الناس في داخل الميدان، هل حضور الناس إلى الميدان بهذا الشكل هو حضور عادي مثلا يوميا، أم أن العديد من الناس جاءوا إلى الميدان يعتقدون بأن هناك احتفال بعيد الاستقلال؟ نعم ميس، نذكر بالسنوات السابقة إذا ما استرجعنا التاريخ عن الاحتفالات التي كانت تعم وسط هذا الميدان لرمزته التاريخية ورمزته الثورية لثورة 17 من فبراير. لربما هذا الميدان كان بالفعل يعني مركزا للتجمهر ووفود توافد العديد من العائلات صحبة أبنائهم للترفيه وأيضا الخروج للأعياد والمناسبات. لربما لم تكن واضحة المعالم الاحتفالات، لكن هو يوم عادي جدا، يوم عطلة، الشوارع كانت فيها حركة السير طبيعية جدا، الأجهزة الشرطية كانت متواجدة في كافة المناطق لتأمين حركة السير أو تسيير حركة السير كأي يوم من الأيام العادية. لربما التذكير به
كان في السنوات السابقة عبر الإذاعات والتذكير بالنشيد ورمزية هذا النشيد وبعض الشخصيات التي كانت سيادية سطرت التاريخ آنذاك، يعني منها بشير السعداوي ومنها الملك دروس السنوس التي خرج من المنارة قصري بالقصر الملكي في بنغازي شرفة المنارة بالتحديد. لربما كانت آنذاك الاحتفالات عمت أغلب المدن، لكن بعد 69 انقطعت بالفعل. بعد شكرا جزيلا لك حسين. 2011 نعم شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى الأستاذ أحمد ديشة. أستاذ أحمد، هل أنت في الاستماع؟ ولكن مشاهدينا، قبل أن نعود إلى الأستاذ أحمد نديشة، توج الأجداد والأباء كفاحهم العسكري والسياسي بدستور ينظم العمل السياسي وعلاقة الحاكم بالمحكوم ويضمن حقوق الشعب الليبي وولاياته الثلاث. دستور كتب قبل نيل الاستقلال لتصبح ليبيا دولة مبنية على الدستور الذي ترجمت فقراته من دساتير 12 دولة اتحادية من دول العالم لتتم دراستها قبل أن تصادق الجمعية الوطنية على دستور البلاد المكون من 12 فصلا و213 فقرة بالإجماع. لم يكن صراع الليبيين ضد الاحتلال عسكريا وحسب، فقد رافق الجهاد حركة سياسية ودبلوماسية نشطة بدأت بعمل الآباء على كتابة أول دستور ليبي سبق إعلان الاستقلال، ومن أجله تحدى بناة ليبيا الصعوبات وخاضوا حربا سياسية من أجل هزيمة إيطاليا ونيل الاستقلال. ليس الدستور وحده، بل حتى الجيش الليبي تأسس قبل إعلان الاستقلال وتكون حينها من 5 فرق تم تدريبها وتسليحها من قبل بريطانيا، وحارب إلى جانب قوات الحلفاء في حرب الصحراء التي كانت برقة مسرحا لها. ولم يلتزم الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية بمنح ليبيا استقلالها بعد أن احتل الجيش الثامن البريطاني برقة فمصراتة ثم طرابلس، ودخلت القوات الفرنسية فزان وبقت ليبيا تحت الوصاية الإيطالية حتى عام 1947. خاض الليبيون مسارا سياسيا ودبلوماسيا دوليا لأول مرة من أجل تفويت الفرصة على أي مشروع جديد، بينها مشروع بيفنتس فورزا، وتمكنوا من استباق الحدث وفرضوا على المجتمع الدولي واقعا جديدا وفق الإرادة الوطنية، حيث حضرت 3 وفود ليبية تمثلت في المؤتمر الوطني البرقاوي والمؤتمر الوطني الطرابلسي وحزب الاستقلال. حضروا الدورة 4 للجمعية العامة، وقدمت الوفود مشروع قرار أمام الدورة 4 للجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن أن تنال ليبيا استقلالها، وطرح المشروع للنقاش في الجمعية العامة بعد شهر من تقديمه، ثم صوت عليه في 21 من نوفمبر 1949. وقد تبنت الجمعية العامة نص قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا وضمان سيادتها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 52. وفي 25 أبريل 1950 انتخبت المجالس المحلية في طرابلس وبرقة وفزان، ثم تكونت اللجنة التحضيرية لإنشاء الجمعية الوطنية التأسيسية في شهر يونيو، والتي عرفت حينها بلجنة 21، ومثلت فيها كل أقاليم ليبيا بسبعة أعضاء. وتكونت اللجنة الوطنية التأسيسية في نوفمبر 1950 من 60 عضوا بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، في حين قامت الجمعية في 4 من ديسمبر من السنة نفسها بتعيين لجنة الدستور من 18 عضوا مهمتها إعداد الدستور. وعن اللجنة انبثقت لجنة جماعة العمل من 6 أعضاء، 2 من كل ولاية، لإعداد أجزاء الدستور وتقديمها للجنة العمل لدراستها. وقد ترجمت دساتير 12 دولة اتحادية ودرست، ثم بدأ العمل على فصول الدستور 12 والذي احتوى على 213 مادة بعد 25 اجتماعا للجنة الدستور و96 اجتماعا لجماعة العمل. انتهت الجمعية الوطنية التأسيسية من إقرار الدستور، ثم جرت المصادقة عليه بالإجماع، وجرى التوقيع على الوثيقة الدستورية
من قبل رئيس الجمعية الوطنية من طرف الشيخ محمد أبو الأسعاد العالم والسيد عمر فائق شنيب عن برقة والسيد أبو بكر أحمد أبو بكر عن فزان. بنى الأجداد البلاد بدستور في وقت دافعوا عن ليبيا أمام الاستعمار ونالوا الاستقلال ورفعوا راية الوطن. وبالعودة إلى الأستاذ أحمد ديجا، أستاذ أحمد هل أنت في الاستماع؟ أي نعم نحن في الاستماع. لربما استمعت إلى التقرير عن وصول الليبيين إلى لدستور ينظم البلاد والعمل السياسي وعلاقة الحاكم بالمحكوم ويضمن كذلك حقوق الشعب الليبي والولايات الثلاث. برأيك لماذا لم نستطع حتى هذه اللحظة الوصول إلى ما وصل إليه الأجداد رغم التفاوت؟ مثلا يعني من المعروف أنه قبل 100 عام أو ما كان هناك تدني في المستوى التعليمي، ولكنه كان أكثر نضالا وأكثر لربما حرصا على الوصول إلى الاستقلال والخروج بالدستور. بطبيعة الحال هذا موضوع مهم الحقيقة، أحسنت في توجيه هذا السؤال. الليبيون في ذلك الوقت رغم قلة ثقافتهم وقلة المتعلمين فيما بينهم، ولكن كانت الوطنية عندهم فياضة بشكل كبير، وهذا هو الاختلاف بين الليبيين الأمس والليبيون اليوم. الليبيون الأمس كانت وطنيتهم وكانت حرصهم على مصلحة بلادهم، أما الليبيون اليوم للأسف هناك عدة أسباب أدت بهم، رغم أننا نحن في القرن 21 ونسبة المتعلمين والحمد لله نسبة كبيرة والثقافة واضحة ووسائل الإعلام متوفرة، لكن الليبيون لن يستطيعوا للأسف، وأتمنى أن لا يحدث هذا، على التوافق على دستور لعدة أسباب. أولا للمصالح الشخصية التي تمسك بها عدد من الناس الذين تم اختيارهم لهذه اللجان. الناحية الثانية وهي ولا أهم، تدخل الدول خاصة دول الجوار التي لا تريد لليبيا الاستقلال ولا تريد لليبيا أن ترجع إلى ما هي عليه أو أفضل مما كانت عليه، لأن طبعا هذا سيتعارض مع مصالحهم ومصالح بلدانهم. فالتدخل الحقيقة والأجندات التي بدأ الليبيون للأسف يستمعون إليها ويعملون لها هي التي أخرتهم عن إحراز هذا الدستور. نعم. الذي هو في واقع الأمر أهم نقطة يجب أن ينتبه إليها الليبيون، فبالإضافة طبعا إلى الدول غير حتى دول الجوار الدول الأوروبية أو غيرهم، كل منهم عنده مصالح في ليبيا ولا يريدون لليبيا سرعة الإنجاز أو سرعة إعداد الدستور، لأن كل ذلك للأسف في مصالحهم وتصب في ما يسعون إلى الحصول عليه. نعم، يعني الآن مرت 7 سنوات على الثورة، ولربما التساؤل الأبرز ما الذي منع كل الجهات المسؤولة من بعد الثورة إلى الرجوع إلى دستور ليبيا والتعامل به أو الأخذ به في كل التعاملات، مع تغيير طبعا بعد بعض البنود الخاصة بالملكية؟ أي نعم، هذا أحد الآراء التي طرحت على أساس العودة إلى الدستور السابق مع بعض التعديلات، ولكن للأسف طبعا احنا عندنا أطراف الآن متعددة، ونرجع إلى ما سبق أن ذكرته وهو أن الأجندات الخارجية الحقيقة هي وراء كل ما يحدث في ليبيا. الأجندات الخارجية أصبح لها تأثير على المشهد الليبي وعلى الأحداث في ليبيا،
وعلى الأشخاص الذين يعملون على إعداد هذا الدستور. في واقع الأمر عندما نجد كل الكيانات التي تم انتخابها ومن إذاعتكم الموقرة، لو احنا اقترحنا اقتراح وهو أن جميع الذين في مجلس النواب الآن وجميع الذين في المؤتمر الوطني أو المجلس الأعلى الآن تسحب منهم كل المهايا والمزايا التي منحت لهم ويرجعون إلى أخذ مرتباتهم العادية ومكافآتهم العادية التي كانوا يتحصلون عليها في مناصبهم، وكذلك لجنة الستين أن ترجع أو المكافآت والأموال التي تعطى لهم ترجع إلى الأماكن التي يشتغلون فيها وينتمون إليها لحلت مشكلة ليبيا. لكن طالما هناك مزايا وهناك مهايا ومرتبات عالية ومكافآت وسفر وشقق برا في مصر وغيرها من الدول العربية وقروض تعطى بمئات الآلاف، بينما الشعب الليبي في اللي ما يستطيعش يحصل على 600 دينار أو 500 دينار، طالما بقيت هذه الأمور فللأسف لم يجتمعوا في القريب العاجل. نعم، طيب ابقى معنا أستاذ أحمد نديجة، سوف نعود بعد استقلال ليبيا بأربع سنوات أجرت مسابقة النشيد الوطني الليبي ليفوز بها الشاعر التونسي البشير العريبي بنشيده الذي صار نشيد الاستقلال والمملكة الليبية. تفاصيل أوفى في تقرير محمد رتيمة. كلمات فاز بها الشاعر التونسي البشير العريبي بجائزة مسابقة النشيد الوطني الليبي، والذي أصبح النشيد الرسمي للمملكة الليبية عام 1955، وهو من ألحان الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، نشيد رسخ أمجاد بطولات الأجداد التي سطروها ليبلغوا استقلالهم. يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إنا على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك، واخذي منا وثيقات العهود، إننا يا ليبيا لن نخذلك. لم يخطر ببال الليبيين آنذاك أن تنقلب الموازين ويتغير نظام الحكم في بلادهم بعد 18 عاما من الاستقلال، فغاب نشيد الاستقلال بغياب من قاده في ليبيا، ليبقى الليبيون يتغنون به في سرهم حتى حين. جرد الأجداد عزما مرهفا يوم ناداهم مناد للكفاح، ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح، فإذا في الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح، فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. وكما لم يخطر ببال الأجداد أن يطمس نشيد الاستقلال عام 1969، لم يخطر ببال بعض أحفادهم أن تأتي لحظة يعيدون فيها ذكر استقلال بلادهم بعد 42 عاماً، فأعلنوا وتغنوا واحتفلوا. إذن أستاذ أحمد نديشة، كانت هذه الكلمات للعريبي التي اختيرت بعد منافسة وكذلك مسابقة أقيمت من قبل الملك. كيف يمكن للكلمات التي اختارها الأجداد بأن تكون لبنة البناء مثلا أو القاعدة التي ينطلق من خلالها الأحفاد لبناء ليبيا ومحاولة لملمة الشتات؟ بطبيعة الحال
النشيد الوطني هو طبعا من العوامل التي تجمع الليبيين، خاصة عندما تكون كلماته رائعة، كلماته تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى الجهاد، تدعو إلى التضامن. ولكن المشكلة اللي هي أصبحنا فيها الآن أن نحن في 42 عام اللي قضيناها تحت حكم القذافي، وهذه طبعا لها دور كبير فيما نشهده الآن، أن الوطنية ضاعت من الليبيين. 42 عام والنظام السابق يهشم في وطنية الليبيين حتى ضاعت الوطنية عند الليبيين. ولذلك نحن قبل كل شيء في حاجة لإعادة الوطنية للليبيين. عندما نشعر الليبيين بأنهم أسياد هذا الوطن، عندما نشعر الليبيين بأن هذه الثروة وهذا البترول إنما هو ليهم، ولكن للأسف حتى بعد أن تم إسقاط هذا النظام بفضل جهاد شبابنا، لكن للأسف لا زالت الأمور على ما هي عليه، بل أن بدل كان ربما عدد أقل الذين يسرقون الآن أصبح العدد كبير. والمصيبة يا ابنتي أن كلهم تجديهم في صفحاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، جميعهم يتغنون بالوطن وجميعهم يتكلمون على الوطن، لكن وين يجي للواقع تلقي الكثير منهم كلمات جوفاء لا تعبر عن الحقيقة ولا تعبر عن الوطن، إنما تعبر في واقع الأمر عن مصالحهم الشخصية ومحاولة الوصول إلى ما يستطيع الوصول إليه من ثروة هذا الشعب. نعم، شكرا جزيلا أستاذ التاريخ بجامعة مصراتة الأستاذ أحمد إنديشة. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في لقاء مع قناة فرنسا 24 أن أمير ميليشيات الكرامة خليفة حفتر لن يستطيع فرض السيطرة على أي نقطة في المنطقة الغربية. نحن لا نعتقد أن حفتر يستطيع أن يتجاوز أي نقطة في المنطقة الغربية وفرض أي سيطرة حقيقية عليها. لماذا؟ لأن معنا أخواننا في المنطقة الشرقية وفي برقة من مغامرات لحفتر أدت إلى مقتل حوالي 18 ألف شاب وبتر أطراف أكثر من 7000. ما هذه المآسي بدون تحقيق أي أهداف حقيقية؟ يدعي مكافحة الإرهاب ويدعي قامة مؤسسة عسكرية. هذا الأمر ربما كان هذا الخطاب مغري قبل عامين أو 3 سنوات، لكن الآن اتضحت الصورة عند كل الليبيين، وبناء الدولة في المنطقة الغربية يسير بخطى واثقة. ولعل الحجة التي يتحجج بها حفتر دائما هي الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب، وهذه الحجة غير موجودة في المنطقة الغربية. هذا وأضاف رئيس مجلس الدولة أن المؤتمر الوطني الجامع لا يهدف إلى خلق أسام جديدة، كما أنه ليس بديلا عن أي أسام سياسية موجودة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لا يخشى الخروج من المشهد. داعمين للملتقى الجامع، هذه رقم واحد. رقم اثنين، نحن لا نخشى الخروج، نحن نتمنى الخروج من المشهد اليوم قبل الغد. هذا يتكلم عن المجلس الأعلى للدولة، وأنا خلال انتخابي كانت الكلمة لي الأولى في الأعضاء أننا نتمنى أن لا نكون العام القادم هنا، وبالتالي نحن ليس لدينا أي خشية من الملتقى الجامع. وحسب معرفتنا أن الملتقى الجامع لن ينتج عنه أي أجسام جديدة وليس بديل عن أي. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استعداد الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا، مشيرا إلى ضرورة توفير وضع آمن لها لمباشرة عملها.
وشدد كونتي لدى لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أهمية الاستمرار في الترتيبات الأمنية والمضي بها نحو الأمام، وسعي إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصة مع قرب إجراء الانتخابات. من جهته أكد المشري على وجوب وضع خطة لمتابعة تنفيذ كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في باليرمو، مجددا الالتزام بمخرجات مؤتمري باليرمو وباريس. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. في ذكرى 67 لاستقلال ليبيا، داخلية مقترحة تدعو للمصالحة الوطنية ورأب الصدع. المشري يقول أن حفتر لا يستطيع السيطرة على المنطقة الغربية، والمؤتمر الجامع لا يسعى لخلق بدائل للأسهم السياسية الحالية. جوزيبي كونتي يؤكد استعداد الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا ويدعو إلى ضرورة توفير الأمن لذلك. شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.